الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. وبعد، المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم في برنامجكم هذا البرنامج الذي أكن لكم فيه الود والاحترام والتقدير، ذات البين الذي يهدف بكل أمانة لإصلاح ما في قلوب الناس من ضغائن وبغض وكراهية وحسد، ويكون الناس إخوانا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أيها المشاهدون الأكارم، طبتم وطاب مساؤكم. اليوم إن شاء الله حتكلم عن واحدة من الصفات اللي بتخليك في غاية الرحمة وغاية التوفيق والعناية من المولى عز وجل، وبها تتصف بأن تكون عبدا من عباد الرحمن. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أتكلم بشكل واضح وصريح عن قول الله تعالى لما وصف المتقين الذين يسارعون إلى الخيرات، يسارعون إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. دخل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يقربني من الجنة. قال، وهنا حديثنا إن شاء الله تعالى، قال: لا تغضب. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يبعدني من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أوصني. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. رددها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات دلالة على أهميتها. أيها المشاهدون الأكارم، نحن بنتكلم اليوم عن هذا البركان الثائر الذي ينتابنا كلما اختلفنا، كلما حصل نوع من النقاش الحاد، فيثور الإنسان ويخرج ما في جوفه، يخرج الكلمات التي يندم عليها سنين عددا. قال الشاعر: جراحات السنان، أي ما يجرح السيف، جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. نتحدث اليوم بشكل واضح عن الإنسان الذي يغضب لأقل المواقف. كلما حصلت مشكلة تجده يغلي ويغلي ويغلي ولا يستطيع أن يتمالك نفسه. لكن المميز، كل التميز الذي الآن إذا كان فيه هذه الصفة، أنا أبشره أنه عندما يساوي إليه أو يحصل له موقف في نوع من الإحراج والضيق، أو يدخل في موقف يشعر أنه قد أذل فيه، ماذا يفعل؟ يكون عاديا، يحاول قدر الإمكان أن يتمالك أعصابه وأن يتمالك نفسه. إذا كنت من الذين يتمالكون أنفسهم لحظة الضيق وأن تسمع الإساءة من غيرك وتكون عاديا، فأنت من المميزين أيها المشاهدون الأكارم. لكنها الصفة التي موجودة عندنا. كم وكم من بيوت اتخربت بسبب الغضب، كم وكم من مشاكل حصلت لما غضب الرجل وطلق زوجته، لما غضب وأبعد ابنه، لما غضب وتوترت العلاقة التي كانت بينه وبين زملائه في مكان العمل. لذلك أقول لابد إذا حصل، يعني لابد أن نغضب. فإذا غضبنا ماذا نفعل؟ هناك موجهات من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يورينا فيها ماذا نفعل إذا غضبنا. أولا، كان هناك رجلان يجلسان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ نوع من النقاش وبدأ يتسابا، يعني بدأوا يسبوا في بعض. فأما الأول ماذا حصل له؟ قال: فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه وأصبح يسب ووجهه قد تغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أني أعلم كلمة لو قالها، كلمة واحدة إذا قال هذا الرجل قال لذهب عنه ما يجد. ماذا يقول؟ قال: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا علاج الغضب. أولا، أن تقول إذا أصبت بهذه الحالة وتفجر هذا البركان الذي في داخلك، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 1. 2،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: بشروا يسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت لحظة الغضب لا تتحدث، حاول قدر الإمكان أن تصمت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن رقم اثنين أسكت، لأن والله يا أيها الإخوة الأكارم ويا أيتها الأخوات الفضليات، أعرف كثير من الناس لما تلفظ بألفاظ لحظة الغضب ندم عليها عمره كله. لذلك أقول عندما تغضب أسكت. العلاج الثالث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علاج عجيب، أن الإنسان إذا غضب ماذا يفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فإن كان واقفا فليجلس. هذا أولا، يعني إذا كنت غضبان وأنت واقف اجلس. قال: وإلا، يعني إذا كان هذا الذي تجده في صدرك قد ذهب بجلوسك فالحمد لله، لكن إن لم يذهب قال: وإلا فليضجع، يعني يرقد. سبحان الله. إذن هذا علاج، إذا يعني أشوف لك محل فيه سرير، يعني إذا غضبت اجلس، فإذا ظل الغضب كامنا في صدرك أرقد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا انسحب. أقولها لك بكل وضوح، دخلت البيت ووجدت الحال ما يعجبك والزوجة ترغي وتزبد وهناك مشاكل، انسحب الآن، لأن الانسحاب أحيانا يؤثر ويجعل المسألة تمر على خير. واحد من الإخوة المشايخ يحكي أن الزوجة غضبت غضبا شديدا، فدخل الزوج وبدأت تثور فيه، ماذا تقول له؟ تقول له: طلقني الآن، ما بعرف، أريدك أن تطلقني الآن. فقام الرجل بالانسحاب، يعني انسحب من المكان الذي فيه وأراد أن يخرج إلى الشارع وهي خلفه. أقول لك طلق الآن، وتصر على موضوع الطلاق. فوصل باب الشارع والتفت إليها وعمل لها كذا، يعني كما يفعل الأطفال، وخرج خارج البيت وأغلق الباب. أخذ ساعة، وبعد ساعة جاء لقى ما شاء الله يعني المرأة مجهزة الشاي والجبن والفشار، وتغيرت الأحوال بموقف واحد. إذن هذا علاج للغضب. الإنسان إذا غضب عليه أن يحاول أن يخرج من المكان الذي هو فيه لكي لا تتفاقم المشكلة. ثم أيها الإخوة الأكارم، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الغضب من الشيطان. قال: فإذا غضب أحدكم، قال: إن الغضب من الشيطان. وهذه نقطة في غاية الأهمية، يعني بقدر ما كنت غاضبا اعلم أن الشيطان الآن يحركك. قال: الغضب من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الغضب إذا كان من الشيطان، وإن الشيطان مخلوق من النار. قال: ولا يطفئ النار إلا الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. علاجك الآن إذا حصل الغضب أن تتوضأ، علاج ناجع وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يا إخوة، يا أيها الإخوة الأكارم والأخوات الفضليات، الآباء والأمهات والأخوات، عندنا ثقافة موجودة داخل البيوت وفي مؤسساتنا وفي الشوارع وفي كل مكان، أنك إذا غضبت عليك أن تعتذر. إذا أخطأت على إنسان، إذا أسأت لأحد من الناس، قل له معلش، قل له آسف. هذه الكلمة بسيطة لكن لها أثر فعال. كم وكم من الناس أخطأوا في حق غيرهم، لكن لما يسمع معلش أنا غلطان يترك كل شيء. عندنا بعض الناس يقولوا لك معلش ما بتأكل عيش، وهذه كلمة في غاية القبح، لأن معلش وهذا الاعتذار الذي يخرج من هذا الشخص له أثر فعال بكل أمان. الإنسان إذا اعتذر فإنه يذوب كل جليد، يحطمه ويرجع العلاقة كما كان. أحد الإخوة كان من جمال تصرفه أنه لما قام بضرب واحد من الناس، ضربه بالسيارة ضربة خفيفة ما ضربة شديدة، فجاء إليه هذا الرجل وأراد أن يضربه، جاء من هناك وهو مستعد للضرب، فخرج هذا من سيارته وقام بحضن هذا الرجل وباس على أو قبله على جبيني أو على جبهتي. تخيلوا معي، يعني هذا ضرب وخرج هذا الرجل من السيارة، فوجد صاحبنا هذا مستعد للشكل،
فقام بضمه وقبله في جبهته. فقال له الأخ، قال له قدر الله ما شاء فعل، يعني نسي المشكلة تماما، سبحان الله. فأقول بالله عليكم أكثروا من الاعتذار، يعني الاعتذار ليس ضعف وإنما هو قوة، وهو صفة للإنسان القريب من المولى عز وجل، لأنه يستغفر يتوب إلى الله تعالى. إذن هو يعتذر للناس، يدل ذلك على سماحة خلقه. فاعتذروا للناس وقولوا لهم، قول لهم كلاما طيبا، الله يديك العافية، الله يجزيك خير، الله يسهل أمورك، الله يفتح عليك. هذه الكلمات لها أثر فعال على نفوس الناس. أختم أيها المشاهدون الأكارم أن كل من استطاع أن يقضم هذا الغيظ فإنه يزداد إيمانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من جرعة إيمان أعظم عند الله تعالى من جرعة غيظ تكظمها ابتغاء مرضات الله. يعني بقدر ما كظمت الغيظ فإن هذا الغيظ الذي كظمته ودخل على قلبك بشيء من الألم فإنه يزيد هذا القلب إيمانا ويرتفع صاحبه درجات عالية. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الشديد بالصرعة، الآن الشديد فينا من يملك العضلات، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولكن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، أو كما بيّن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن حاولوا أن تكظموا هذا الغيظ لتكونوا أقوياء، وبعد ذلك يرفعكم الله تعالى مقامات عالية. ثم يا أيها الإخوة الأكارم، كل من كظم غيظه، كل من تحمل أذى الناس، فإن الله تعالى يوم القيامة يوقفه في مكان سامي وسامق، ويختار من الحور العين ما شاء، يخير من الحور العين ما شاء، يرتقي بذلك إلى الدرجات العالية. كلما سموت بأخلاقك لابد أن تعلم أن صمام الغضب لابد أن يغلق، ولابد أن تجتهد في طاعة الله تعالى بسماحة الخلق، حيث أنك تعامل الناس معاملة طيبة وتبتسم لهم وتتحمل أذاهم مهما كان الأذى الواقع عليك شديدا. أكظم غيظك والله تعالى يتولى أمرك. أسأل الله تعالى أن يرحمنا جميعا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا على هذا الدين، وأن يجمعنا في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يرحمنا برحمتك واسترنا بسترك يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.